الاثنين بيقدر يشتغل لانه هذا بده قرار مجلس النواب، واذا زاد سعر الذهب مثل ما زاد من بضع سنوات كمان مصرف الجمهوريه ما بيقدر يبيع، فالاصول ثابته موجودين بلبنان على كل حال كبلد وما راح يغيروا ابدا على صحتنا الاقتصاديه. وبموضوع الخطوه اللي قام فيها مصر لبنان اللي هي خطوه العقارات، نحن بنعرف انه سوق العقار بلبنان من وقت ما بلشت الازمه بسوريا عم يمسك بخطات كبيره، اول شيء الاستثمارات الخارجيه اللبنانيه وغير اللبنانيه خاصه العربيه من اخواننا العرب خفت كثير، هذا يعني سوقنا العقاري تغير، فينا نحكي بجمود لكن لا فينا نحكي بهبوط، هلا اليوم التحفيزات اللي عم يعمل مصرف لبنان اكيد تحفيزات ليرجع ينشط هالقطاع، اللي برجع بقول جمد وليس ولم يهبط، اليوم اللي يكون في شركات عقاريه بتقدر ترجع تشتري هو ليرجع يحرك السوق، ليرجع يكون في سيوله، اكيد انا بأيد خطوات مصرف لبنان وحكيمها اللي دائما عم يكون سباق بلبنان واقليميا وعالميا بكل هالتحديات الكبيره، استثمار بلبنان عم بيقل، وبعطيك ارقام من سنه 2010 كان الاستثمارات الخارجيه في لبنان 4.85 مليار، نحن وصلنا اليوم الى 2.5 يعني تقريبا النص، هذا بفسر ليش اليوم النمو وصل على 0%، لكن اللي عم نجرب نعمله نحن نضلنا نستثمر ونضلنا على قيد الحياه ستنا، نحن اليوم لسوء الحظ عم نتعايش مع المشاكل وتعبنا نتعايش، ولسوء الحظ كل حياتهم السياسيين نرجع على اللي عم تقوليه بيتخبوا ومرونه، وهذه كلمه مرونه القطاع الخاص لبنان صارت تاذينا، المطلوب اول شيء برجع بقول لك اول شيء ما رح اقول اتفاق ليكون في على القليله اتفاق على خطه اقتصاديه شامله، مثل ما من سنتين صار في اتفاق سياسي على خطه امنيه اللي حافظت على لبنان، ضروري يكون في اتفاق على خطه اقتصاديه انهضيه، اليوم اذا ما عملنا طاوله حوار اقتصادي ونقعدنا نحن كرجال اعمال والنقابات والسياسيين والنواب والوزراء وعندنا اتفقنا على خطه اقتصاديه انقاذيه، لسوء الحظ نحن عم نروح على تراجع اكثر واكثر، لبنان بلد صغير، انت قلت ستنا اليوم بمهرجان نرجع من ضوي، هذا يعني انه اي نهوض صغير ببلد صغير اذا اي حركه فيها بركه. المزيد من الاخبار الدوليه بعد الفاصل.